السلام عليكم. دي افضل المواقع في الذكاء الاصطناعي من وجهة نظري، الموقع اللي انا جربتها وعجبتني. في مواقع كتيرة جدا بتبقى غباء، ما بقاش فيها اي حاجة فيها ذكاء اصطناعي، مجرد ان هو كاتب بعض الاكواد وخلاص. طيب طبعا اشهر حاجة ميدجورني. ميدجورني عبارة عن ان انت بتدي له وصف الحاجة وهو يبدأ يكون لك الصور، وخيال مبدع زي ما انتم شايفين. تمام، بس عشان تدخل لازم تدخل من الموقع اللي اسمه سكورت، وده اوبن سورس. طيب لو هو مقفول في بلدك، لان هو مقفول في دول كتير عربيه وغير عربيه، روسيا مثلا، تقدر ان انت تجرب ستيبل ديفيجنز واداؤه كويس جدا. مجرد ان انت تختار اي كلمه انت عايزها برضو يبدا يكون لك الصوره بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له في موقع تاني برضو اسمه dell.ai، تتبع برضو ابن AI. تقدر ان انت تكتب اي وصف انت عايزه هو يبدأ يكون لك الصور دي. يعني تقول له عايز قطة في الفضاء، عايز قطة بتلعب مع فار، تاخد اي قصة من فيلم كرتون وتبدأ تحطها وهو يبدأ يشكلها لك. شرحنا احنا التلات مواقع دول على الموقع بتاع بيم اريبيا. استيريا برضو من المواقع الكويسة جدا، تديله اي وصف وهو يبدأ ان هو يكون لك الحاجات اللي انت عايزها. طيب الموقع اللي بعد كده ده موقع اسمه feed.io، ده ممكن يعمل لك فيديوهات بسهولة جدا. على سبيل المثال ممكن تديله كتابة ويبدأ يحط لك عليها الصوت، يحولها لك لصوت. ممكن تديله فيديو وتبدأ تعمل عليه شوية تعديلات، والذكاء الصناعي بتاعه خطير. ممكن تديله ملف صوت ويبدأ يكتب لك عليها الترجمة، ده اتعمل بالذكاء الصناعي والصوت برضه معمول بالذكاء الصناعي. اديته جملة موجودة من خدتها من احد شات GPT. طيب من المواقع التانية برضو القوية، موقع اسمه ليوما، ده فيه خدع كتيرة جدا، اتوقع انها كلها هتبقى موجودة في برامج زي الفوتوشوب قريب، ان بيسهل لك الامور. مجرد بس تقول له انت بتفكر في ايه وهو يعملها لك. هسيب لكم روابط المواقع دي على اساس ان انتوا تجربوها، وكلها شرحت في فيم اريبيا، بس هنا جمعناهم مع بعض. هنا مثلا اداه من الذكاء الصناعي بتحول التكست ايمج، تكتب له اي كلام ويحول لك لصوره. في ان انت تختار اي حاجه مش عاجبك في الصوره هو يشيلها لك، او في فيديو لو في فيديو يقدر ان هو يشيله لك. تقدر ان انت تسرع او تبطئ الحاجات اللي كانت بتاخد وقت عشان تعملها. هنا ادوات سحريه جدا بالذكاء الاصطناعي. ده موقع اسمه ديورابل، ده بيعمل لك موقع في ثواني. مجرد ان انت تقول له تفكر في ايه تلاقي الموقع خلصان. تمام، وبيدعم بالاوبن AI. ده موقع اسمه interioraI.com، ده هيساعدك كتير جدا في شغل الانتريور. تمام، بتقول له بس انت تفكر في ايه وهو يعمله لك. طيب بالنسبة للفرنتشر، عندنا furniturepedia.io، مجرد ان انت تفكر بس هو يحقق لك اللي انت بتفكر فيه. هنا عندي ده موقع اسمه روب، ده مختلف شوية، ده بتدرب انت الذكاء الصناعي. يعني بتوري له بعض الصور وتقول له دي مثلا قطة، وتقول له بعض الصور تقول له دي كلب، وبعد كده تعرض له صور وكلاب قطط وبتاع هو يتعرف عليه. جربته وكان ظريف جدا. ده بقى مشرحناه برضه بيم اريبيا. نرجع بقى للمواقع اللي هي بتديها كلام تحول لك ليه صور. في موقع اسمه CRAIYON، ده فري وما بيقولكش انت ساكن فين ولا بيطلب منك انفورميشن ولا بتاع، لا بتلاقي الموقع شغال معاك زي الفل. طبعا انا جربت مئات البرامج المواقع لحد ما وصلنا للحاجات ديت. توك تو بوك، يعني ان انت هتبدأ تتكلم مع شخصيات الكتب. تمام، يعني انت بتتكلم مع هاري بوتر، يعني الاجابة بيدور لك عليها في الكتب، مش بيدور عليها في النت، لا بيدور عليها في الكتب، ويجيب لك اجابات مختلفة من الكتب العالمية. الموقع ده ظريف جدا، اسمه sing.translator، بتصور اي حاجة هو يقول لك الحاجة دي بالانجليزي وبلغة تانية. ممكن اللغة التانية دي تكون اسباني، ممكن تكون هندي، زي ما انت عايز. فموقع ظريف لو في اي حاجة انت لقيتها ومش عارف ايه هي او اسمها ايه، يقدر يجيبها لك.
بعد كده ده موقع بيديك فرصة ان انت يعني يساعدك في كتابة المقالات. في مواقع كتير جدا بتدعي انها بتعمل، لكن ده احسن واحد فيهم عن تجربة. الباقي كله بكلام يعني اي حد يقراه يعرف ان هو هبل، يعني مش حاجة كويسة. تمام، ده خاص بالبحث العلمي، ده تبع ريسيرش جوجل. طيب برضو في موقع تاني، تمام، اسمه اوتو درو. انت بترسم اي حاجة وهو بيحاول ان هو يخليها لك فن، يعني تقدر تقول مثلا طب حولها لي للشكل دوت. تمام، فده اوتو درو من الحاجات الظريفة جدا يعني انت تستمتع بيه. هنا لو انت عندك اي صورة وعايز تحذف منها جزء معين، بترفع الحاجة اللي انت عايزها وتعمل سيلكت سريع على الحاجة اللي انت عايز تشيلها وهو يحذفها لك بالشكل دوت. وده تطبيق على الموبايل، تمام، بيج سبيك، وممكن تستخدمه هنا. جنريت انجلش سبيتش فروم تكست، هتكتب اللي انت عايزه وهو هيحوله لك لصوت وتقدر تختار الصوت اللي انت عايزه. فهو ده تحويل التكست لصوت. ده ايمج انهانس، لو انت عندك اي صورة هو يقدر ان هو يكبرها لك من غير ما يحصل فيها تشويش ويبدأ ان هو يحسنها. اداء كويس، شفت حاجات كتيرة جدا ما كانش بالجودة ديت. هنا انت بتكتب اللي انت عايزه وهو يبدأ ان هو يعمل لك اعادة صياغة، يتعلم على الحاجة هو يعمل لها ري رايت. دي عبارة عن ادنس او اداة تضيفها لجوجل كروم. طيب هنا بتحسين برضو للصورة وان انت تقدر تكبرها، ده الموقع ده اداء عالي. ده شفناه ريبليكا، دي تطبيق على الموبايل بتقدر ان انت تناقش معاه وتتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا، وفي خاصية الاوجمانتد رياليتي، فدي حاجة برضو كانت من المواقع الجميلة. الشات جي بي تي ده خطير جدا، بفكر معاه في حاجات كتيرة جدا، يعني كأنه صديق ليا، وببدأ ان انا اقول له طب اقترح عليا موضوع، طب انا بفكر في حاجة معينة، طب عايز اعدل في نقطة معينة. يعني خلاص الواحد مبقاش يروح لجوجل، بقى يروح لي دوت. بتلاقي في حاجات كتيرة جدا انا بسأله فيها، يعني بفكر مثلا هتلاقي افكار عن تحسين الحياة في المدن، عن الواحد ازاي يعمل شغل على النت، فبندردش كتير يعني. تمام، دي افضل مواقع، وان شاء الله لو عندك اي موقع افضل اكتبهم لي في التعليقات.